اللي كانت ليه معقول تقولوا هنا الناس هنا 15 يوم ما تخرجوش خصنا الماء ومزيانه خصنا شي خدمه باش نعاونوا راسنا. مرحبا بكم في الرحله ديالنا اليوم اللي غادي تكون في قريه مهزوله في اعماق الجبال. الهدف من هذه الرحله هو نديو قافله تضامنيه ونحفروا بير ونوفروا الماء الصالح للشرب لسكان هذه القريه اللي كيعيشوا بزاف ديال المعاناه ومنهم المعاناه مع الماء. دابا راه الماء قليل، دابا جبنا الماء من بعيد ولكن فيهم شويه ديال المرض، تيديروا الكلاوي تيديروا المصران تيحيدوا السنان. اليوم غادي نكتشفوا ونتقربوا من هذه القريه المعزوله والناس ديالها. كنصبروا ديك الشوع البرد، كنصبروا كلشي حيت بغينا نقراو ولكن ما قدرناش نكملوا للاسف. اليوم غادي تعيشوا معنا ومعاهم لحظات استثنائيه وجايبين لهم بزاف ديال المفاجات. شنو غادي نديروا اليوم وشنو هما المفاجات الموجودين لهم وشنو غادي يوقع في هذه القريه؟ هادشي اللي غادي تكتشفوه معنا اليوم، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تشجعوا اخوكم مراد رشان، تشتركوا في القناه، تعطونا لايك. فرجة ممتعة. هاد المبادرة جات من طرف جمعية متقيش حومتي، تقريبا شهرين كانت هي المدة اللي قضاوها هاد السبب باش يوجدوا لهاد القافلة التضامنية. ولات القافلة حتى واحد ما نعس، كلشي خدام وكلشي على أتم استعداد، وشدينا الطريق في نص الليل لأعماق جبال المغرب العميق. اول لحظه وصلنا فيها لدوار ايثرس اقليم الحوز كنتفاجئ بنات خرجوا يستقبلونا ويرحبوا بنا ترحيب اللي كان زوين بزاف. نورمال حنا اللي جينا باش نفرحوا هاد الناس، فلقيناهم هما اللي بغاو يفرحونا ويكبروا بينا. شكرا لكم بزاف. هادي هادي بخاطر الخواطر، خاطر الغيب والحاضر، من هنا حتى له انا وموت العيد وموت هذا نعم الاولى انا طمر معمر بليز. الله يعاونك. قافله منظمه جمعيه ما تقيش حومتي، خلال هذه الزياره فتفقدنا مجموعه ديال المعاناه اللي كيعانيو منها الناس ديال الدوار، وخصوصا من الماء، لانه كيخلق لهم واحد المشكل كبير وكيخلق لهم امراض كثيره، زياده على هذا مشاكل كثيره. من خلال هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى نخليكم تكتشفوا اللي نقدروا عليه ان شاء الله غادي نقوموا بها، واللي ما قدرناش فبغينا واحد الالتفات ان شاء الله تعالى لهاد الدوار، خصوصا هاد المعاناه اللي غادي تشوف. السلام عليكم. من بعد مباشره بدينا الاستعدادات وانطلاقات الانشطه اللي جينا على ودها، السبب تفرقوا المجموعات وكل مجموعه والدور ديالها. ومن ضمن الانشطه اللي تقامت في هاد القافله التضامنيه هي التنشيط والترفيه، الطب العام، الحلاقه والتجميل، اصلاح المسجد، توزيع المساعدات، مسابقات رياضيه وثقافيه، واهم حاجه اللي جينا على ودها هي حفر البير. والمهمه ديالي في هذه القافله هي نقل لكم هذه الاجواء ونأطر وليدات الدوار ونعلمهم الرسم وكيفاش يرسموا جداريه. وجدت شي حيط مع الوليدات الصغار ونرسموا شي حاجه زوينه. سير الله يحفظك ليا، الله يحفظك. الفكره اللي جات في بالي نرسمها انا وليدات الدوار ويكون عندها تحفيز لهم هي نرسموا يد خارج منها الماء وكتفقي الوريدات، وفي كل وريده غادي يكتبوا الوليدات الاحلام ديالهم باش يبقاو يوميا يشوفوها ويامنوا بها ويحقوها ان شاء الله. داكشي علاش غادي نسميوه هذه الجداريه. حنان بغات تكبر تكون استاذه. يلا استاذه حنان، يلا استاذه. كاينش المدرسة بعيدة، كنجيو على رجلينا في الثلج وكيكون داكشي صعيب، والكتوبة ديالنا كلهم فازقين وكلشي فازق. بغينا نقراو ولكن الإمكانيات ما عندناش، كنصبروا داك الشوع البرد، كنصبروا كلشي حيت بغينا نقراو ولكن ما قدرناش نكملوا للأسف. اللي كانت ليه معقول
يقول هنا الناس هنا 15 يوم ما تخرجوش والو الف السبيطار والو السبيطار كاينه في تاتات واني مره خدام مره. هاد القرية بحالها بحال بزاف القرى في أعماق جبال المغرب العميق اللي كتعاني من الصحة والتعليم والطريق، ولكن المشكل الكبير في هاد القرية اللي كتعاني منه هو الماء اللي قليل بزاف، وباش يجيبوا الماء كيخصهم يمشيو المسافات طويلة، والماء اللي كيشربوه هو الماء اللي كيتجمع من التساقطات المطرية أو اللي كيجي من الجبال، وهاد الماء كيتجمع في الشارج اللي كيكون معرض للتلوثات والجراثيم اللي كتسبب لهم في أمراض كثيرة. دابا راه الماء قليل تبارك الله، ولكن كلشي من عند الله، الحمد لله وشكرنا الله. دابا جبنا الماء من بعيد، ولكن فيهم شوية ديال المرض، تيديروا الكلاوي تيديروا المصران تيحيدوا السنان كل هادشي هاد المرض راه فيه، ولكن الحمد لله على ملي لقينا غير باش نديروا باش نقطفوا الحاله. وصل الوقت باش نبداو اهم حاجه جينا على ودا، وبسبب هاد قامت هاد القافله التضامنيه هي نحفروا البير. كلشي كيتسمى الصوندا الديماري، ولكن هنا غادي يوقع واحد المشكل في الصوندا. الصوندا خسرات وما بغاتش الديماري. الناس بدات كتدعي وكتطلب الله حيت محتاجين الماء اللي هو اهم حاجه خاصهم في هاد الدوار. ومن بعد عده محاولات واصلاحات في الصوندا الحمد لله اخيرا اخيرا خدمات الصوندا وغادي نجدوا الماء. من هاد الامور نشكر جميع المحسنين والمحسنات للتعاون في هذا الخير هذا، ودوار اسرس قياده زرقتن اقليم الحوز، والله يجزيكم بخير ويجعل في ميزان الحسنات، وخير الصدقات الحمد لله هي سقيا الماء، وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. كيطيح الظلام قلت صافي الناس ديال الدوار غادي يمشيو يناسو، حتى كنتفاجئ بلي الناس ديال الدوار دايرين سهره فولكلورية على ودنا. لا ما يمكنش هاد الناس، قمه ديال الترحيب. عاوتاني ما كاين غير النشاط. يا سلام تبارك الله عليك كنحسن عاد الضحيكه بوكوس راه انا نحسن ليها انا شنو نقرع عليه ها شنو نقرع عليك حيت لك الودن شنو بغيتي فين دابا اللي ما بغيتيش هادي ولا هادي. فهاد الصباح جا الوقت باش نبداو نفرقوا الهدايا والمساعدات اللي جبناهم للناس ديال الدوار، ونقدموا الميداليات والجوائز التحفيزيه للاطفال المشاركين في الانشطه. الماء والمزيانه خصنا شي خدمه باش نعاونوا راسنا حشرين يعاوننا عاوننا بالماء يعاوننا بشي حاجه اللي خصنا البير شي خدمه باش نعاونوا راسنا الله يرحم والدينا.
وصلنا للحظه المهمه اللي كلشي كيتسناها، لحظه بالنسبه لبزاف ديال الناس حاجه عاديه حيت ما عارفينش قيمتها، ولكن بالنسبه لهاد الدوار شي حاجه عظيمه، حلم غادي يتحول الحقيقة. الناس ديال الدوار كلهم تجمعوا فرحانين وكيتسناو الماء يطلع من البير، وحتى حنا كانت الفرحه ديالنا معاهم كبيره بزاف. اهم لحظه دابا هي اللحظه ديال خروج الماء، الماء غادي يخرج دابا من البير كيف ما كتشوفوا معايا، كلشي كيتسنى الماء باش يخرج. ما تخيناش بهاد الناس وهاد الاجواء اللي عشنا معاهم، ولكن هذا هو الوقت فين خاصنا نمشيو بحالنا وترجع هاد القريه للهدوء ديالها والايامها العاديه. انا متاكد ان هاد الناس هادشي اللي حسوا بيه معنا وعاشوه معنا ما عمرهم عاشوه، حيت جاو منعزلين بين الجبال قليل اللي كيوصل عندهم. وكانت هادي هي الرحله ديالنا في قريه واحده من ضمن بزاف ديال القرى في اعماق المغرب العميق اللي كيعيشوا نفس المعاناه. كنتمنى هاد الفيديو يكون حافز لبزاف ديال الناس يديروا بحال هاد الاعمال، وكنتمنى لهاد القريه ولجميع القرى المغربيه السعاده والازدهار والاطفال يحققوا الاحلام ديالهم. وشكرا لجمعيه ما تقيش حومتي والشباب ديالها على هاد القافله اللي بسببها دخلتوا الفرحه لقلوب الناس. وما تنساو تشجعوا خوكم مراد رشان، تشاركوا في القناة، تعطونا لايك. السلام عليكم.